أطلق سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات التطبيق الذكي شاركني، الذي يتيح للأفراد المشاركة في مركبة واحدة في التنقل من وإلى مقر العمل، حيث يمكنهم من خلال التطبيق تسجيل بياناتهم للقيام برحلاتهم بالتشارك في مركبة واحدة. وتهدف الهيئة من خلال هذه الخدمة للمساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية وتقليل عدد المركبات التي يشغلها شخص واحد، وبالتالي تقليل التكاليف الاقتصادية لتشغيل المركبات والمساهمة في تنظيم أفضل لمواقف المركبات، كذلك المساهمة في تقليل نسبة التلوث وتقليل الضغط النفسي والجسدي الناتج عن القيادة في الازدحام المروري.